المشاهدون الكرام، مساء الخير. كالعادة، ضمن الحلقات الأسبوعية في قناة القرن الأفريقي، نستضيف اليوم أحد قامات العمل السياسي في شرق السودان، وهو الأستاذ عبد الرحمن محمود أبو بكر شنقب، الأمين السياسي لمؤتمر البيجا المعارض. ونحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة بأن نسلط الأضواء على أحد المشاكل الموجودة في منطقة القرن الأفريقي ومشاكل السودان، ومن الأشخاص العارفين ببواطن الأمور في قضايا السودان وقضايا الشرق السودان بشكل خاص. مرحبا بك أستاذنا عبد الرحمن شنقب، وأهلا وسهلا بك. الله يعافيك، تحياتي أخي أبو بكر صايغ الإعلامي المميز، والتحية لكل الإستاف العامل في قناة القرن الأفريقي، وكالة القرن الأفريقي، وأخص بالتحية يعني والذكر المرحوم حسن عبد الوهاب مؤسس القناة والوكالة، وأخونا عبد القادر حمدان، وكل هيئة التحرير والفنيين. تحية لكم، وأنتم تؤدون دوركم بحثا عن الحقيقة خلال أكثر من 3 عقود من الزمن. تحياتي. أهلا وسهلا بك أستاذنا عبد الرحمن شنقب. عزيزي المشاهد، الأستاذ عبد الرحمن محمود أبو بكر شنقب هو من مواليد القضارف عام 1959، خريج كلية الآداب لغة عربية جامعة بغداد، دراسات عليا جامعة أمدرمان الإسلامية، مدير التحرير الأسبق لصحيفة صوت الأمة السودانية، المدير التنفيذي لشركة تيليزونيا تكنولوجيز بالقاهرة عام 2008 إلى عام 2011، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنارات 2012-2024، عضو مجلس التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية القضارف، عضو منبر جوبا التفاوضي لسلام السودان، والناطق الرسمي باسم مسار شرق السودان أثناء التفاوض. حاليا يشغل الأمين السياسي لمؤتمر البيجا. نحن سعداء حقيقة نستضيف الأستاذ عبد الرحمن شنقب لتسليط الأضواء على قضايا السودان عموما وقضايا شرق السودان بشكل خاص، وخاصة بعد التداعيات التي حدثت في السودان والحرب التي تدور رحاها هنالك. نحن نتمنى أن يعم السلام والاستقرار ربوع أرض السودان، وأن تلتف كل القيادات السودانية من أجل بناء السودان الجديد، السودان الذي يسع كل أبنائه، السودان الآمن المستقر. أستاذنا عبد الرحمن، أنا قمت بالتعريف بشكل موجز، إذا كان أي إضافة في التعريف اللي أنا ذكرته اتفضل. والله أشكرك جزيل الشكر، ويبدو لي تعريف يعني جامع ومانع وشامل. شكرا لكم، كنا نخش في مضاربة الحوار. تفضل. أول هو نعود قليلا إلى الوراء، ونستحب الأزمة السودانية منذ خمسينيات، أو منذ تكون الدولة السودانية الحديثة في عام 1956، وما قبلها من تداعيات وأحداث كثيرة شهدتها الساحة السودانية. الأزمة السودانية الحالية لها جذور عميقة في السودان، فمنذ استقلال السودان الحروب تنتقل من منطقة إلى منطقة، من إقليم إلى إقليم، حتى وصلت اليوم إلى وسطه وتكاد تمتد في كل أنحاء السودان. كيف ترى ذلك باعتبارك أحد من يعلمون حقيقة بما يجري في السودان؟ والله أول شكرا على السؤال لي كبداية لمضابط الحوار، لأنه مهم جدا. الحقيقة كثير من الناس يعتقدوا أن الأزمة السودانية التي يعيشها السودان الآن هي نتاج ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة وما بعد الانقلاب
عليها وما بعد الحرب، وهذه نظرة مبتسلة، لأن الأصل في جذور الخلافات السودانية قد يمتد بعيدا في التاريخ، ويمكن بداياته منذ تأسيس الدولة السودانية، لأن الخلافات التي يبدو ظاهرها في كثير من الأحيان إما أنه مناطقي أو قبلي أو إثني أو ديني أو كذا، هذه كلها عباءات غير حقيقية، لأن الأزمة السودانية ذات جذور تتعلق بالتهميش لكل الأطراف بعيد عن المركز، التهميش السياسي والتهميش الاجتماعي والتهميش الثقافي والتهميش الاقتصادي. المركز بسلطته القابضة منذ الاستقلال ومحاولة تجير كل العمل لصالح نخبة محددة أو طغمة محددة مسيطرة على المركز، جعل كل الأطراف الأخرى تثور ويظهر يعني كم من الغبن فيها ضد المركز. الهامش السوداني، الهامش البعيد عن المركز، عاش حالات من المظالم كبيرة جدا تراكمت عبر السنوات منذ الاستقلال. نحن لا نستثني يعني سنة من السنوات، الحكومات المتعاقبة كلها إلى حين سقوط حكومة البشير، وحتى بعدها في محاولة الصراع ما بين القوى العسكرية الموجودة على رأس الدولة والثورة والقوى المدنية، كل هذا هو انعكاس لطبيعة الصراع ولطبيعة الخلافات التي تتمثل في التهميش. كثير من الناس اصطلحوا على القوى القابضة على المركز مصطلحات عديدة، النخبة النيلية الحاكمة، القوة المسيطرة على المركز، دولة الجلابة، مش عارف، عشرات المصطلحات. نحن إذا أردنا أن نتحدث حتى لا يحدث قبش في الرؤية، يجب أن نؤصل لهذا المصطلح. نؤصل له لأن كثير من الناس يحاولوا يصرفوه عن معناه الحقيقي وإرادة الثوار إلى هذا المستوى، إلى هذا المسمى. المصطلح لا يقصد به مكونات معينة، ولا يقصد به جهة معينة، ليس جهويا ولا مناطقيا ولا قبليا ولا دينيا، ولكن بعد خروج المستعمر ثمة عصابة سيطرت على السلطة في السودان وحاولت أن تتمسك بها، والصراع أصلا في الأوطان بيكون حول حاجات محددة، يعني كيفية العدالة في تقسيم السلطة، كيفية العدالة في تقسيم الثروة، مسألة الهوية. هم تلاعبوا بهذه الأوتار كثيرا، وحاولوا أن يستحوذوا على القوة ليستطيعوا أن يحافظوا على الثروة وأن تكون دولة بينهم، ويهمش عنها أهل السودان، وحقوق المواطنة تهضم، والأماكن البعيدة تغيب عن ناظر المركز. وبالتالي الإنسان في الهامش عاش هذا الحب، وفضل يتراكم يتراكم إلى أن ينفجر. ما مرة ولا مرتين كل الثورات التي قامت في السودان ضد المركز كان سببها التهميش. كثير من الناس يحاولوا أن يعطوها قطاع قبلي أو مناطقي أو كذا، لكن حقيقة الصراع وحقيقة الأزمة في السودان هي أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وثقافية، وتهميش المركز للأطراف. ولذلك هذا الأمر لا يحتاج إصلاحات. الإصلاحات هي عبارة عن يعني ديكور خارجي، بينما تظل جذور الأزمة كما هي. يحتاج مخاطبة هذه الجذور لمعالجتها، يحتاج ليس إصلاح وإنما إعادة بناء وإعادة تأسيس للدولة السودانية
بحيث تكون المعايير فيها معايير الوطنية والتعداد السكاني والكفاءة والتأهيل، وإلا فلن تتحقق عدالة وستظل المظالم في مكانها. فالأزمة ليست أزمة الحرب التي انفجرت في 15 أبريل ولا الأزمة التي قبلها، وإنما هي متراكمة عبر العقود منذ الاستقلال. صحيح. هو طبعا الأزمات التي تعاني منها دول القرن الأفريقي عموما، وتجلت الآن في الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها السودان، هي نتاج لتراكم لعدم وضع حلول جذرية لكافة المشاكل، وتأسيس الدولة على أساس مفاهيم الوطنية والحرية والعدالة والمساواة وتقاسم الثروة والسلطة إلى آخره. بعد سقوط نظام البشير ظهرت تيارات كثيرة في السودان، جزء منها مدني وجزء منها عسكري. الحالة التي نراها الآن في السودان، هل هي وليدة عدم وجود حوار وطني جامع، أم أزمة حكم ستظل تستمر وتتلون في كل مرحلة من المراحل في السودان؟ والله يا أخ أبو بكر، يعني مزيج من الاثنين، هي أزمة حوار ثم أزمة حكم. أنا عايز يعني ألقي ضوء على جزء من كلامك في بداية هذا السؤال، أن التيارات التي ظهرت كما أسميتها بعد الثورة الحاضرة هي ليست جديدة، التيارات السياسية في السودان قديمة، قدم السياسة وقدم الدولة السودانية. الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة الآن كلها كانت في الحراك السياسي ضد نظام الانقلاب 30 يونيو طوال السنين 30 سنة الماضية يعني، وكانوا كلهم يعني في المعتقلات وفي السجون، يطلعوا يمرقوا يطلعوا يمرقوا. الحركة المدنية السياسية التي تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية، هذه الحركة موجودة منذ استقلال السودان وتسعى إلى بناء هذه الدولة، لكن مع بالغ الأسف لم تعطى مساحة من الزمن في الحكم لكي تستطيع أن تخرج إنجازات مرئية. كل ما ثار الشعب السوداني، ونحن من علم العالم الثورات ضد النظم الشمولية، يعني إحنا قبل الربيع العربي أوائل الدول التي ثار فيها الشارع وغير الأنظمة الشمولية كانت منذ ثورة 17 نوفمبر، نظام 17 نوفمبر وثورة أكتوبر التي أسقطته، ثم ثورة أبريل التي أسقطت النظام الشمولي جعفر نميري والاتحاد الاشتراكي، ثم ثورة ديسمبر الثالثة الأخيرة هذه التي أسقطت النظام الشمولي نظام عمر البشير. لكن إذا أنت قست الفترة الزمنية منذ استغلال السودان إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، نجد أن القوة المدنية السياسية الديمقراطية لم تتمكن من أن تحكم السودان أكثر من 11 سنة إذا جمعت كل الفترات التي حكمتها، مقابل أكثر من 54 ولا 55 سنة في الأنظمة الشمولية. ولذلك الناظر إليها قد يتخيل أنها جديدة على الساحة، ولكن كل قادتها كانوا في النضال ضد الأنظمة الشمولية هذه إلى أن يتعاونوا في إسقاطها مع الشارع السوداني. ثورة حتى ثورة يعني ديسمبر المجيدة هي نتاج أمرين: الحراك السياسي للقوة السياسية المدنية زائد انحراك الشارع، بالإضافة إلى الضغوطات التي مارستها الحركات المسلحة في ثورتها ضد هذه الأنظمة ضد النظام السابق على وجه الخصوص. إذن حركة سياسية قديمة وليست جديدة، ولكن لم تعطى فرصة في الحكم. نعم. طيب، هو بالنسبة للشق المدني والشق العسكري،
خلال الحقب التاريخية اللي مر بها السودان من عام 1956، نعم حكومة اسمها إسماعيل الأزهري، ثم إبراهيم عبود، ثم انقلاب جعفر النميري، ثم ثورة أبريل، ثم ثورة الإنقاذ العسكرية ذات الطابع العسكري، والتي تحولت إلى حكم عسكري فردي، ثم ثورة ديسمبر. التجارب المدنية في السودان دائما بعد مرور سنة أو سنتين في الحكم المدني تشتاق الجماهير للحكم العسكري، ربما للانفلاتات الأمنية، ربما لظهور بواطن عدم حوار أو فساد أو صراع في السلطة أو إلى غيره. فالناس المتابع للشأن السوداني يجد أنه هنالك من كان يحن لنظام عبود، ثم من كان يهتف ضد النميري، ثم جاء من يهتف من أجل نميري، والآن ثورة الإنقاذ التي حكمت السودان زهاء أكثر من حوالي 30 عام. هنالك من يشتاق الآن، أو من يحاول يتذكر تلك الفترة بأنها كانت فترة سلام واستقرار نسبي، حتى إذا كانت ما كانت فيها رغم أن أنظمة ديكتاتورية وقمعية وكذا. لكن الإنسان التجارب، طيب الخلل وين في التجارب المدنية؟ هل أنه الأحزاب السياسية التي تستلم السلطة إنما ناضجة، أو التي تتسابق من أجل الكراسي في صراع مع الزمن ومن أجل الهيمنة أيضا؟ هو فما رأيك مثلا في إنه تحليل الحالة المدنية والحالة العسكرية؟ نعم، لما نتحدث يا أستاذ أبو بكر عن عدم نضج الحركة السياسية، كثير من الناس يصف المسألة دي، ده نحن بنعزيه إذا أصلا هو موجود لقصر الفترة الزمنية التي تعطى لها، لأنه إحنا عندنا المؤسسة العسكرية دي منذ التأسيس تأسست على قيم خاطئة، تأسست على تربية وطنية مغلوطة، بحيث إنه أخرجت المؤسسة العسكرية من دورها الحقيقي في الدفاع عن الوطن، في حماية الدستور، في حماية النظام المدني، في مساعدة القوى السياسية على تطوير الحياة المدنية الديمقراطية التي تحقق فيها إنسانية الإنسان. القوات العسكرية في السودان، جيش أو القوى النظامية عموما، قامت على مفهوم وتربية خاطئة تتخيل نفسها وصية على الحياة السياسية في السودان. ولذلك منذ انقلاب عبود الأول كانت المسألة انقلاب على حياة مدنية، يعني كانت محتاجة إلى فترة زمنية لكي ترسخ المفاهيم الصحيحة، لم تعطى. ثم يتحول العساكر من ما يسمونه منقذين إلى الوضع إلى ديكتاتوريين وإلى طغاة يفرضون سيطرتهم، ثم يتحولون إلى جبابرة في المجتمع، وبالتالي يعمقون سلطتهم بإحكام القبضة الأمنية والعسكرية على المجتمع. ثم لما أن يتضايق المجتمع منهم بعد سنين عددة يثور الشارع، فإذا أسقطهم يسقط النظام العسكري الفوق في القيادات، لكن تظل الدولة العميقة التي قرسوها موجودة. هم من خلال الدولة العميقة يضيقون على النظام المدني القادم بعد الثورة لكي لا يستطيع أن ينجز أي شيء، ويجعلون الشارع يتضايق حينما يعني يغلقون عليه أبواب الاقتصاد، يغلقون عليه أبواب التعاملات، كل شيء في الحياة، فيتخيل المواطن أن هذا الضيق جاء مع الثوار الذين جاءوا، وبالتالي بسذاجة تراهم يحنوا إلى زمن العسكر الذي كان مختلفا، مع أن التضييق على النظام المدني جاء من القوى الشمولية ودولتها العميقة المغروسة في البلد، ولذلك ينقلبون عليها وتجد الشارع يتجاوب معهم سريعا بسذاجة. هذا حدث في ثورة أكتوبر، ثم حدث أيضا في أبريل،
وبعد أن انقلب يعني نميري على ثوار أكتوبر، جاء مرة أخرى إلى السلطة وبقي فيها 16 عام. سار الشارع أسقط نميري، ثم جاءت الثورة بحكومة مدنية سرعان ما ضيق عليها العسكر بقبضتهم في الدولة العميقة، وجعلوا الشارع مرة أخرى يثور عليها وينقلب عليها عمر البشير، وبمفهوم بعضه سياسي وبعضه من العساكر، ولكن حينما يأتون إلى كراسي السلطة تحلو لهم. يبقى مسألة خروجهم منها بعد، تبقى مسألة مستعصية. حتى بعد ثورة أبريل كان بإمكان الثورة الآن، وقد الشارع قد وعى كثيرا، هو غير شارع ما بعد أكتوبر، هو غير شارع ما بعد أبريل. الشارع الآن واعي ومدرك ويعرف ماذا يريد، ولذلك بمجرد ما أكملوا المرحلة الانتقالية الأولى أوكادوا وانقلبوا على الاتفاق الذي تم بينهم وبين المدنيين في أديس أبابا في أن يقتسموا رئاسة مجلس السيادة للفترة الأولى، انقلبوا على هذا التعهد الذي تعهدوه، خرج الشارع ثائرا ضده، وهم بذلك طبعا فعلوها بمعونة عناصر النظام القديم الفلول الذين طمعوا في العودة من السلطة من خلال بوابة الجيش. ولذلك هذه الفترات الضيقة للقوى المدنية ما مكنتها من أن تبني نفسها بناء سياسيا وتنظيميا وديمقراطيا سليما. كان دائما التآمر يتم قبل أن تتنفس وقبل أن تعرف الجماهير ما هي ميزة الحكم المدني الديمقراطي، ولذلك الشارع يتجاوب سريعا مع العسكر. هذه المرة كان الشارع واعي، ولذلك أسقط الانقلاب الذي تم، وتخيل البرهان أنه بمجرد أن ضيقوا من خلال الدولة العميقة على الناس وحاولوا أن يضغطوا على الثوار وحاولوا أن يشوهوا صورة الثورة، تخيل أن الشارع سيخرج له مصفقا، ولكن الشارع خرج ضده، فأصبحوا بعد ذلك ما عارفين يسووا شنو ذاته يعني، وبقوا دارين يطلعوا من الورطة اللي دخلوا فيها بعد الانقلاب. لكن في النهاية ظل الشارع يضغط من أجل تحقيق أهدافه الثورية ومن أجل الوفاء بدماء الشعب. الحركة المدنية محتاجة أن تعطى زمن واسع، وحتى نحن الآن نعتقد أنه إذا ما وقفت هذه الحرب وجاءت مرحلة ثانية، حتى المرحلة الثانية نحن لا نسميها مرحلة انتقالية، لأن حتى المصطلح بتاع مرحلة انتقالية دي عندنا فيه مفهوم أنه لا يفي بما يحتاجه الشارع السوداني وما تحتاجه الثورة في تنفيذ شعاراتها. نسميها مرحلة تأسيسية، لأننا نحن الآن محتاجين إلى إعادة تأسيس وبناء دولة السودان وليس إصلاحها. صحيح، كما ذكرت أستاذنا عبد الرحمن شنقب، إنه الفترات التي حكم فيها المدنيين السودان كانت فترات قليلة، وأن الأنظمة الشمولية التي كانت قابضة في نظام الحكم تركت لهم حمل ثقيل من المشاكل، من التردي الاقتصادي، من الحروب، من المواجهات التي كانت موجودة في كل أطراف السودان. لحالة تلك المشاكل بتنتج بتظهر على السطح المشاكل التي كانت موجودة طيلة الفترة التي حكم فيها العسكر السودان. نعود مرة أخرى إلى ثورة ديسمبر، والثورة التي تميزت بأنه كل الشارع الذي خرج، الشباب اللي خرجوا في الشوارع كلهم شباب صغار في السن، طلاب جامعات، طلاب مراحل ثانوية، وقد شاهدنا أن أطفال الأعمار المرحلة الابتدائية وإلى آخره، ولم تكن ثورة نخب بل كانت ثورة شعبية حقيقية يقودها الشباب، وحتى وصلت إلى مراميها. ولكن عندما وصلت إلى القصر هنالك تم خنق الطموحات وخنق الآمال وخنق
الرغبات في انه يكون تحول ديمقراطي حقيقي في السودان. في تشرين اكتوبر 2020 تم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في السودان من قبل الحكومه الانتقاليه في السودان والعديد من الفصائل المتحاربه الرئيسيه في البلاد. باعتبارك كنت حاضرا في اتفاق جوبا، ما هي المسوفات التي تم الاتفاق عليها؟ وما هي العوامل التي حالت دون تنفيذها في اتفاق سلام جوبا؟ صحيح على السؤال دي، لأنه ده مربط الفرس الآن. السلام، هذا السودان من غير سلام لن يتقدم خطوة إذا، وهو الشعار الثاني من شعار. ونحن قبل ما نتحدث عن المصفوفات ومعوقات المصفوفات، خلينا بس أول نلقي ضوء على اتفاق سلام جوبا ونضعه في الميزان، يعني بجانب كل الاتفاقيات التي عقدت قبله. نحن في السودان يمكن الحكومات المتعاقبة وقعت أكثر من 54 ولا 55 اتفاقية سلام. اتفاقية سلام من برجوبة نعتبرها متميزة عن بقية الاتفاقيات الأخرى لسببين مهمين جدا. السبب الأول أنها أولا عقدت في ظل حكومة مدنية ديمقراطية وإن كانت انتقالية، ولم تعقد في ظل حكومة شمولية ونظام شمولي كما كان يحدث في الاتفاقيات السابقة. هذا يميزها أولا، إذ أن النوايا تكاد تكون متطابقة بين طرفي التفاوض، حتى ونحن في منبر جوبا لتقارب الفهم في مسألة تحقيق السلام، والله كنا نسميه حوار بين الإخوة، ما كنا بنسميه تفاوض بين طرفين، وكنا نعتقد أن المسألة أصبحت أيسر في تحقيق السلام. الحاجة الثانية اللي بتميز اتفاقية السلام جوبا أنها لم تكن اتفاقية إقليمية ولا جهوية كما كان يحدث في الاتفاقيات السابقة، أو حزبية أو قبلية أو غيرها، وإنما كان اتفاقا بين كل المعارضة والحكومة السودانية، والمعارضة نفسها التي كانت تمثلها الجبهة الثورية كانت تمثل عموم أهل السودان، لأن الجبهة الثورية اختارت أن تقسم التفاوض في جوبا إلى مسارات، مسار الشمال والشرق والوسط والقرب ودارفور ومسار المنطقتين، عشان يكون أول حوار دي شمل كل أرجاء السودان، لم يستثني أحد. وهذا لم يحدث في أي اتفاقية من الاتفاقيات السابقة أن كان هذا الشمول. والمسألة دي ما محاولة تقطيع للسودان في التفاوض، وإنما تسهيل للتفاوض والحوار، لأنه لما تقسم إلى مسارات يستطيع كل أهل مسار أن يناقشوا قضاياهم الإقليمية والمجتمعية التي يعرفونها أكثر ويغررون بشأنها. ثم بعد ذلك الجبهة الثورية لم تكتفي بالمسارات، وإنما بعد انتهائها من نقاش المسارات بعد ذلك ناقشت القضايا القومية لعموم أهل السودان مجتمعين. ولذلك كان مخرجات اجتماع جوبا مخرجات عظيمة جدا، إذا ما طبقت لأهل السودان كان يمكن أن تنقله نقلة كبيرة. وعلى مستوى شرق السودان نحن نعتقد أننا حققنا في هذه الاتفاقية مكاسب كبيرة جدا لأهل الشرق، يعني في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال السدود والأراضي، في مجال الزراعة وإحياء المشاريع التي كادت أن تموت، في محاولة تصحيح المواقف، لأنه كثير من المشاريع التي أنجزت في شرق السودان في عهود سابقة كانت يعني مبنية بناء خاطئ، تلقى الأجساد في الشرق والرؤوس هناك في العاصمة.
في مسألة الصيت، في مسألة التعدين، في مسألة حتى مراجعة صندوق شرق السودان أو صندوق تنمية شرق السودان الذي كان من مخرجات اتفاقية أسمرة 2006، والذي يعني التهى عنه الناس، القيادات التي وقعت اتفاق أسمرة التهت عنه بصراع الكراسي والقصر وغيره، وفاتت حاجات كثيرة لدرجة أنه الأموال التي خصصت من المانحين ظلت كما هي، لم تصرف في هذا الشرق الذي كان محتاج إلى إعادة بناء وإعادة إعمار في كثير من مواقعه. هل تعلم أن المنحة الكويتية لم يصرف منها إلا 125 مليون دولار، بينما البقية ظلت موجودة ولم تتحرك؟ بالعكس، حتى 125 مليون دولار جزء كبير منها استغله المؤتمر الوطني لقضاياه التنظيمية، ولم يستقله من أجل سد حاجات أهل شرق السودان. كانت هنالك اختلالات كبيرة في اتفاقية أسمرة عالجناها في منبر جوبا، منها اختلال الترتيبات الأمنية الذي تم في اتفاقية أسمرة ولم يطبق بشكل صحيح، وعدد كبير من المواطنين لم يسرح ولم يدمج ولم يعطى حقوقهم. نحن أخذنا على عاتقنا معالجة هذا الملف في اتفاقية جوبا، وعشرات القضايا من ناحية الحكم. دعونا إلى حكم فيدرالي لا مركزي يكون فيه للإقليم حق في التشريع وحق في التصرف في موارده من أجل إعادة البناء من غيره. خطوات كبيرة أنجزناها في مجال التعليم والصحة في هذا الاتفاق الذي إن رأى النور كان سيكون نقلة نوعية كبيرة. بل بعد ذلك دعونا إلى محاولة يعني أو على الحكومة أن تتعامل بتمييز إيجابي مع هذا الشرق الذي همش كثيرا. يعني نحن التهميش بتاعنا ما سنة وسنتين وثلاثين سنة الإنغاز منذ الاستغلال، غياب آبائنا الأوائل الذين أسسوا مؤتمر البجا عن مرحلة تأسيس الدولة السودانية في بداياتها، فوت علينا كثير جدا من حقوقنا ورتب علينا مظالم كثيرة، وفضلنا جارين عقود من الزمن علشان نحصل حقنا الفات وضاع من مرحلة التأسيس. نحن الآن في اتفاق سلام جوبا حرصنا كل الحرص أن نكون حاضرين في كل خطوة، وأن لا نفوت حقوقنا في تأسيس الدولة السودانية الجديدة، لأنه يجب أن نؤسسها مع الجميع بأسس ثابتة، ونستطيع أن نخلق بها سودان جديد يسع الجميع. حقيقة أستاذنا عبد الرحمن شنقب، عند تأسيس السودان سنة 1956 أو ميلاد الدولة الوطنية السودانية، هنالك أطراف كانت غائبة أو لم تمثل أو لم يتم إشراكها حتى في مسائل السلطة أو الحقوق. فبالتالي كان مؤتمر البيجا باعتبار أن الشرق الغائب الأكبر كان. فمؤتمر البيجا ولد 1958 في الفترة من 13 من 11 إلى 13 سبتمبر، هو نتاج للحقوق التي لم يلتف إليها القادة الذين رفعوا راية علم السودان. وحتى اليوم اتفاق جوبا ومسار شرق السودان هو خير دليل على ذلك، أن القضية لم تحل بعد. إذا كان السؤال هو إذا كان مسار جوبا أو مسار الشرق في اتفاق سلام جوبا بهذه المصفوفات المتكاملة وبهذه الرؤية الواضحة وبهذه السعة التي تسمح للجميع أن يشارك فيها، لماذا اعترض عليه البعض؟ وما هي الدوافع على الاعتراض على البعض إذا كان هو يضمن حقوق كل أهل شرق السودان، وهو يدعو إلى الفيدرالية وإلى التعايش السلمي وإلى الإشراك والمشاركة الكاملة في السلطة؟ البعض لاحظنا أن هنالك
البعض اعترض وما تلاه ذلك من الأحداث التي شهدها شرق السودان، مواجهات وعنف وإلى غيره. الحقيقة المعترضين على مسار شرق السودان، يعني العودة إلى التاريخ بتدي قراءة إنهم ناس كانوا يتعاملون مع هذا الملف تعامل مصلحي شخصي، كانوا يعني يجيرون كل قضايا الشرق لمصالح شخصية مستغلين جهل الناس في هذا المجتمع وبساطتهم وبعدهم عن الملفات السياسية، كانوا يستغلون عواطف الناس في انتماءاتهم للقبائل والمناطق، والنظام السابق عمق هذه الأشياء في مجتمعنا في شرق السودان وفي كل المجتمعات المهمشة بالمناسبة. ما في شرق السودان براو استغل قضية القبائل والمناطق والتفاصيل الدينية من أجل تثبيت أركان حكمه وتمكين عناصره من الدولة من أجل تحقيق مصالح النخبة الحاكمة، بغض النظر عن الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأشياء وبغض النظر عن المخالفات حتى القانونية وغيرها، لأن القبائل وإداراتها الأهلية هذه الإدارات وضعت بقوانين لغايات محددة، وهي الفصل في قضايا المجتمعات والخلافات حول المرعى والحواكير وقضايا القبائل فيما بينها والقتل والديات وغيرها، بعيد كل البعد عن الملفات السياسية، لأن تلك ملفات يجب أن تديرها الحركة السياسية، أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وغيرها، وليست إدارات أهلية. غمسوا الإدارات الأهلية في الملف السياسي في النظام السابق من أجل أن يستقلوا تعاطف القبائل مع قياداتها ويمرروا مشاريعهم، سواء كانت انتخابات أو مشاريع استثمارية أو غيرها، قضاياهم الحزبية. استغلوا هذا الأمر استغلال سيء جدا، فجعلوا الإدارات الأهلية تنسى وظيفتها الأساسية في المجتمع وتنقمص في العمل السياسي، وكانوا بتحريكها بالمال وبدها يجعلونها في خدمة المشروع السياسي للحزب الحاكم الذي اغتصب الناس أمرهم، اغتصب من الناس أمرهم بانقلاب 30 يونيو حينما انقلب على الحياة المدنية الديمقراطية وخرق الدستور. هذا الاستغلال السيء جعل كثير من قيادات هذه المجتمعات تظن أن دورها السياسي دور يعني يجب أن يكون أساسي في الحياة، ولذلك انخرطت فيه في اتفاقية أسمرة وما قبلها وما بعدها، وظلوا يديرون ملفات سياسية بعلم النظام السابق وبدفع منه وبتشجيع منه. ولما أن جئنا وطرحنا مسار شرق السودان وجدوا أنفسهم خارج اللعبة السياسية، فساروا وثورتهم هذه كانت بتحريك من بعض فلول النظام السابق من أجل إعاقة الثورة ومن أجل إعاقة ملف السلام، لأنهم يفكرون في العودة إلى السلطة عبر بوابات هم يعرفونها. ظهرت جليا في المرحلة الأخيرة أنها بوابة الجيش بانقلاب عسكري كما كان يحدث في الثورات السابقة. هؤلاء أرادوا أن يعطلوا المسار لرغبات شخصية، مع أننا كنا واعين لهذا الأمر من بداية التجهيز للتفاوض حتى قبل إعلان جوبا. جلسنا أو اتصلنا بهم بكل العناصر التي كانت موجودة في الملفات السياسية، سواء كانوا من جبهة الشرق ومؤتمر البيجة على وجه الخصوص، أو كانوا من الإدارات الأهلية، وأبلغناهم بأننا يا جماعة أوجدنا هذا المسار حتى لا نكون غائبين عن لحظة التأسيس، ونريد لأهلنا في الشرق أن لا تفوتهم فائدة.
ومع بقية أهل السودان يبنون السودان الجديد معا. نحن يا ناس، وذكرت هذا في لقاء سابق مع إحدى القنوات، قلنا لهم يا ناس نعتذركم، لستم جزء من النظام السابق، نعتذر أنكم إفرازات اتفاقية أسمر. الآن نحن أوجدنا مسار لأهل الشرق، عموم أهل الشرق، وأنتم من هذا العموم، وأنتم كتنظيمات سياسية خاضت عمل سياسي سابق لنا، ندعوكم الآن أن تأتوا ونوحد جهودنا من أجل تحقيق امتيازات لأهل شرق السودان وإزالة مظالم تاريخية. نريدكم أن تكونوا جزء من وفد التفاوض، ونريدكم أن تكونوا معنا في تحديد إطار الورقة التفاوضية لشرق السودان والمسار. والحقيقة يعني ابتداء أعلم أنهم لا مانع لديهم، لكن كان ردهم بعد ذلك ردا محبطا، جعلنا نتراجع عن هذا الأمر ونسير في مسارنا الذي وضعناه، وحققنا ما حققنا لأهلنا، ومع ذلك لم نغلق الباب، لأننا حتى بعد أن أكملنا التفاوض واعتقدنا أننا أنجزنا كل ما نستطيع إنجازه، تركنا الباب لأهل الشرق مفتوحا في أن ثبتنا في داخل الاتفاقية بند يشير إلى أنه يجب عقد ملتقى جامع لأهل شرق السودان بعد توقيع الاتفاق، يناقش فيه ما أنجز ويضيف إليه ما يريدون إضافته، وعلى حكومة السودان أن تأخذ الإضافة من هذا المؤتمر التشاوري وتلحقها بالاتفاقية التي أصلا ألحقت بالوثيقة المستوية. نحن سعينا إلى أن نجمع شمل أهل السودان في هذا الشأن، ولكن أصحاب المصالح الضيقة والخاصة والذين ضربت مصالحهم بهذه الثورة وبملف السلام هم الذين سعوا إلى إعاقة وعرقلة هذا الأمر، ومع بالغ الأسف كانوا مستغلين أيضا من جهات عليا في الدولة لقضايا أخرى، استغلوا أيضا في هذه المسألة استغلالا سيئا. هو صحيح انه ما جرى في اتفاق مسار شرق السودان في اتفاق جوبا كان كفيل بانه يدع على الاقل الاساس السليم ليلتف حوله كل ابناء شرق السودان ليتفادوا شلالات الدماء والمجازر والمحارق التي شهدناها بفعل التحريض الغير صحيح والغير محبب لدى الجميع، انه لا احد كان ينتظر انه شرق السودان قبائل متداخله، قبائل متعايشه، قبائل فيها مساهره كبيره، في تاريخ مشترك، في اشياء كثيره، انه ما وصلوا اليه من خطاب الكراهيه والتحريض على العنف، وكان له طبعا بالتاكيد له ايادي خارجيه دفعت الى هذه المواجهات لتحقيق مكاسب سياسيه كما قلت استاذنا عبد الرحمن. اهم التحديات، يقال ان اهم التحديات التي واجهت اتفاقيات القضايا المسيريه والمسارات الجهويه التي تم اتفاق التوقيع عليها في جوبا انها لم تشمل كل حركات الكفاح المسلح، واهمها الحركه الشعبيه لتحرير السودان، جناح عبد العزيز الحلو شمال، وحركه تحرير السودان جناح الاستاذ عبد الواحد محمد نور، وهنالك مجموعات اخرى مسلحه. هل لانه ده شكل تحدي ايضا لتنفيذ مسار اتفاق جوبا والانتظار حتى ياتوا الاخرين لتكتمل الصوره؟ الجبهة الثورية بالمناسبة تعاملت مع هذا الأمر بمرونة، مرونة من يريد أن يحقق إنجازا للوطن. نحن في إطار الجبهة الثورية حينما بدأنا هذا التفاوض، الذين وقعوا على وثيقة إبداء حسن النوايا في جوبا
كانوا 9 تنظيمات، 2 من شرق السودان وواحد من شمال السودان وواحد من المنطقتين، ممثل منطقتين، وواحد من وسط السودان، و4 تنظيمات تقريبا من دارفور يعني، وهم حملة السلاح. الجبهة الثورية لم تفترض قط أن التفاوض الذي يجب أن يحقق السلام هو تفاوضها هي، لأنه قبل أن نبدأ التفاوض حركتين من الحركات المسلحة رفضتها الانضمام إلى منبر جوبا وطالبوا بمنابر منفصلة، عبد الواحد محمد النور والقائد عبد العزيز الحي. ولذلك الجبهة الثورية وسعت الماعون، لم تضيقه، لم تدعي أن السلام هو الذي ستوقعه في جوبا ولا سلام غيره، وإنما بعد أن أدرنا الحوار وبعد أن وقعت الجبهة الثورية سمت نفسها أنها ضمن كتلة السلام. ومصطلح كتلة السلام هذا يترك الباب مفتوحا لرفيقينا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد النور في أنهما من خلال المنبرين التفاوضيين المستمرين مع الحكومة، أي اتفاق يصل إليه يضاف إلى اتفاق السلام ويضافهم إلى كتلة السلام. ولذلك لم نشترط أيضا فترة زمنية محددة أو قصيرة لمسألة المرحلة الانتقالية من أجل تنفيذ السلام، وإنما ترك الباب للرفيقين إنهم إذا ما وصلوا إلى اتفاق مع حكومة السودان وارتأوا أن تمتد الفترة الانتقالية لا مانع من امتدادها من أجل خلق سلام متين. نحن جزء من كتلة السلام ولسنا كل كتلة السلام، ولذلك كل من كان ضد النظام السابق وأراد أن يتفاوض من أجل إحقاق السلام فتح له المجال في هذا الشأن. ومنبرين شغالات بعد أن وقعنا هما منبرا القائدين عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو، وإذا تم التوقيع سينضم إلى كتلة السلام. بالتأكيد سنعود إلى قضايا شرق السودان في ختام الحوار أستاذنا عبد الرحمن شنقب، ولكن نعود إلى الوضع الحالي، الحرب التي اندلعت في 15 أبريل ووصلت تداعياتها إلى كل أنحاء السودان، هنالك الآلاف ملايين شردت عبرت إلى دول الجوار، هنالك منابر كثيرة فتحت، وكان أهمها منبر جدة الذي أثمر خلال فترات معينة إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار لفترات أيام معدودة، وكان الناس تأمل وكل الوسطاء وكل الشركاء وكل أهل السودان أنه هذه الهدن التي شهدناها أنها تستمر حتى يصل الأطراف المتصارعة إلى سلام، توقيع سلام حقيقي في السودان، ولكن ظهر منبر الإيجاد ومنابر أخرى وتدخلات أوروبية وأفريقية ورفض وقبول، والمشكلة ما زالت عالقة. ما هو الآفاق حتى الآن حتى تدع هذه الحرب، حتى تدع هذه الحرب أوزارها في السودان؟ والله يا أستاذ أبو بكر، حقيقة يعني الحديث عن الحرب قبل أن نتحدث عن ما المطلوب أن يحدث من أجل أن تضع الحرب أوزارها، لابد أن نلقي الضوء ولو قليلا على سبب اندلاع هذه الحرب أصلا والمتسبب فيها. أولا، نحن كمؤتمر بيجا و نعتبر نفسنا نحن من مؤسسي الحرية والتقدير، وقبله نحن من مؤسسي نداء السودان، وبعد الحرية والتغيير نحن من مؤسس أو قبلها نحن من مؤسسي الجبهة الثورية.
ثم الحرية والتغيير، ثم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم. وفي كل هذه المستويات التي نحن جزء منها ومن تأسيسها، نحن من دعاة السلام ولسنا من دعاة الحرب، ونرفض رفضا باتا رفع السلاح من أجل حسم أي خلاف أو تحقيق أي امتيازات على أي مستوى وتحت أي مبرر، لا في السودان ولا خارج السودان. ولكن برغم ذلك اندلعت هذه الحرب. من الذي أشعل شرارتها؟ ومن المستفيد منها؟ إذا أردنا أن نعرف هذا الأمر، لابد أن نرجع للوراء قليلا، حينما كان الاتفاق بين القوى المدنية وبين اللجنة العسكرية التي هي أصلا امتداد للجنة البشير الأمنية، حينما كان الاتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية بمجلس سيادة يرأس أو ترأس اللجنة العسكرية هذا المجلس لنصف الفترة، ثم تتحول القيادة إلى القوى المدنية الفترة الثانية. القوى المدنية وقعت هذا الاتفاق مكرهة مع اللجنة الأمنية أو اللجنة العسكرية أو المجلس العسكري، لأنه كان أمرا واقعا لا تستطيع أن تجاوزه، تعاملت معه كسياسة أمر واقع والتزمت. ولكن حينما حان لحظة انتقال القيادة إلى القوى المدنية، كانت حكومة الثورة الأولى حكومة الدكتور حمدوك تعمل في محاولة انتشال السودان من الوهدة التي هو فيها، وبنفس القدر واجهت الثورة الحقيقية لجنة إزالة التمكين كانت تعمل بكل قوتها وبأمانة وصدق في إزالة تمكين الدولة العميقة. لذلك أحس فلول النظام السابق بالخطر، خصوصا من عمل لجنة إزالة التمكين، ووجدوا أن الأمر إذا تقدم أكثر من ذلك فسوف يعني يزول تمكينهم من الدولة، يسلبون ما سرقوه من أموال، يدخلون السجون، يقدمون إلى المحاكمات. ولذلك أوحوا إلى عناصرهم التي بنوها داخل الجيش، بحيث إنه لا يسلم السلطة إلى المدنيين، والعساكر بشكل فطري جاهزين للتجاوب مع البقاء في السلطة للتربية الوطنية الخاطئة التي ذكرتها في بداية الحلقة. ولذلك يعني سريعا ما تجاوبوا مع هذا الدفع، وهم يمثلون الجانب العسكري والسلطة السياسية التي يمثلها النظام السابق من المؤتمر الوطني، وعناصر الفلول هي التي تتحكم فيهم مثل ما بنتهم داخل القوات المسلحة. فنقضوا الاتفاق، وحصل يعني تعطيل لحركة الدولة المدنية، وحاولوا أن يهزوا لجنة إزالة التمكين وشككوا فيها وفعلوا ما فعلوا، ووجدوا أن حكومة الثورة شغالة بوتيرة متصاعدة برغم كل هذه المعوقات. ولما أن أحسوا أن الدكتور عبد الله حمدوك في حكومته، مع قد نتفق وقد لا نتفق في بعض القضايا الخفيفة، ولكن الذي لا نختلف حوله أنه أنجز إنجازا كبيرا للسودان اقتصاديا ومجتمعيا وسياسيا، فقد نقل السودان نقلة اقتصادية بحيث محى جزء كبير من الديون بعلاقاته وبحراكه الدولي والإقليمي. ثبت سعر الصرف للجنيه السوداني فترة طويلة من الزمن. أصبح يعني هنالك تراكم عملات في خزانة الدولة قابل أكثر من 2 مليار أو كذا تقريبا، وكان الأمر ماشي متطور، سعى إلى خلق حركة اقتصادية جديدة بتصنيع الخام وتحويله إلى صناعات تحويلية ترفع من دخل
الخزانة كانت آثار عمله تظهر إلى العيان تدريجيا، ولما أن كان الأمر قريبا من أن يفهمه الشارع فهما صحيحا لم يكن أمام الفلول إلا أن يعطل هذه المسيرة حتى لا يشعر بها الشارع وحتى لا يشعر بنجاح حكومة الثورة في خلق التحول. ولذلك أوحوا مرة أخرى إلى عناصرهم في لجنة التشريع الأمنية في الانقلاب، في الانقلاب على الثورة وحكومة الثورة وبلا مبرر، فعلوها في 25 أكتوبر، وثار الشارع وتعطلت برامج التنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية وغيره. ولما أن خرج الشارع ثائرا ضد الانقلاب ولم يمكنهم من الدولة التي كانوا يظنون أنهم سيعودون إليها بالانقلاب، وظل الشارع يفشل كل خطوات محاولة عودتهم إلى السلطة، لم يجدوا بعد ذلك ومع الضغط الدولي خرجت القوى المدنية بمبادرة أخرى وتعاملوا مع مكونات سياسية ومكونات عسكرية، وإلى أن وصلوا إلى الاتفاق الإطاري الذي كان مخرجا من حالة الاحتقان التي وصلها السودان بفعل الانقلاب والانقلابيين وتمسكهم، وبفعل الشارع المتمسك بعودة الثورة وإسقاط الانقلاب. كان المخرج الذي وصلت إليه القوى السياسية وتداولت حوله مع القوى العسكرية الموجودة هو هذا الاتفاق الإطاري، وكان مخرجا سليما من الأزمة. ولما أن أحس الفلول أن الأمر ممكن أن يكون من خلال هذا الاتفاق تآمروا عليه مرة أخرى، ولم يكن أمامهم إلا هذه الحرب العبثية التي سماها طرفها عبثية، ناهيك عن القوى المدنية. لما تحدث عنها قائد الدعم السريع قال هي حرب عبثية، ولما تحدث عنها قائد العام للقوات المسلحة سماها عبثية. طرفها هكذا اسمها، وهي حقيقة عبثية، ولم تكن حرب أحد في السودان، وإنما كانت حرب سلطة بين جنرالين، وهي مدانة عندنا جملة وتفصيلا، بل الذين أشعلوها هم فلول النظام السابق حتى لا يبلغ الأمر مداه بنجاح الاتفاق الإطاري في تجاوز الأسباب. ولذلك يعني هذه هي أسباب الحرب، هنالك عنصر ثالث مستفيد منها، وهو الذي يصر الآن على عدم إيقافها ويرفض إيقافها. الذين يرفضون إيقاف الحرب هم الذين أشعلوها وهم المستفيدين منها أصلاً. طيب، هو طبعا المنطقة خلال الثلاثة أعوام الماضية شهدت عدد من الحروب، وقبل الحرب التي اندلعت في السودان كان هنالك حرب طاحنة شهدتها إثيوبيا، حرب أهلية استمرت وتم القضاء عليها وانتهت باتفاقية بريتوريا. أيضا الصومال بوضعه الحالي ما زال يعاني من تداعيات الحرب التي استمرت طيلة الثلاث عقود الماضية من 1991، وما زالت جيوب تلك الحرب مستمرة حتى الآن في الصومال. الآن الكارثة الكبرى ما جرى هو في السودان، وأنه السودان أن تندلع الحرب في داخل الخرطوم لا كان أحد يحلم أو يتوقع، ولكن الإشكاليات المتراكمة وصراع السلطة والنفوذ هو الذي أدى إلى كل الذي يعنيه الشعب السوداني الشقيق الآن. بالنسبة للاتفاقيات، هنالك جهود تبذلها منظمة الإيجاد من أجل دعوة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حتى يجلسوا في طاولة حوار ومفاوضات مباشرة من أجل وضع حد لمعاناة أهل السودان وهذه الحرب التي تأخذ الكثير من خيرات السودان والكثير من سمعة السودان والكثير من مستقبل أجيال في السودان الآن.
كيف ترى إيجاد وجهود إيجاد والدول التي الداعمة لهذا المسارات؟ نحن يعني حينما ننظر إلى المبادرات التي أطلقت، مبادرات عديدة ومنابر عديدة، يعني منبر جدة تقريبا كان أول المنابر، وكان فيه طرح سعى أولا لإيقاف الحرب، ثم بعد ذلك خلق أجواء بتاعة عدم عدائيات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى حسن النوايا، وبعدها حوار من أجل إنهاء الحرب، إيقاف الحرب كجانب مرحلي وإنهاء الحرب كرؤية استراتيجية. وأنت لا تستطيع أن تنهي حربا إلا إذا خاطبت جذور خلافاتها، وجذور الخلافات بالنسبة للحرب هي جذور الخلافات التي ظلت في السودان منذ الاستقلال كما أشرنا إلى ذلك. المبادرات التي طرحت إقليميا ودوليا ومحليا عديدة، كلها كانت تسعى إلى إيقاف الحرب أولا، وإيقاف الحرب بمعنى إيقافها لفترة زمنية طويلة، أو إيقافها بشكل دائم ثم البحث عن الحلول، لا إيقافها من أجل خلق ممرات آمنة كما كان يحدث في بدايتها لمدة يومين، لمدة 3 أيام، لمدة 24 ساعة أو كذا. منبر جدة سعى في هذا الأمر بمعونة الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف إقليمية أخرى ودولية، وبذل كل ما يمكن أن بذله في هذا الإطار، وهي مبادرة مشكورة ومحمودة. كذلك مبادرة الإيجاد جاءت وبطلب من الحكومة السودانية، ولكن بعد ذلك عاد ورفضها رفضا باتا، بل بلغ به الأمر أن أخرج عضوية السودان من المنظمة، وهذا أمر طبعا لا يحق له. ونحن نتكلم الآن على أساس إنها سلطة الأمر الواقع، لكن أعتقد أن قيادة السودان الحالية المتمثلة ومجموعته افتقدت الشرعية بتاعتها منذ الانقلاب. بعد ذلك أصبح مرة يلقي الوثيقة الدستورية، ولما يحتاج إليها يطلب إعادتها، ومرة يعطي الحكومة، ومرة يشكل حكومة براو، وما استطاع أن ينجز شيئا منذ الانقلاب، ولا استقر له حكم. ظلت أزمته قائمة، ولم يعني يفعل شيء، ولا يستطيع مع وجود الحرب، إلا إذا انتهت هذه الحرب. وحتى بعد انتهائها، بعد ذلك السودان القادم لا مكان فيه، لا لحكم ذو طبيعة دينية طائفية، ولا حكم ذو طبيعة عسكرية، لا مساحة إلا لإقامة حكومة مدنية بالعودة إلى التحول المدني الديمقراطي، وتشكيل حكومة تأسيسية، ما نقول انتقالية، نهائي للمرحلة القادمة. وبالتالي يعني نستطيع أن نستفيد من كل المبادرات الآن، ليست مبادرة الإيجاد ولا مبادرة جدة لوحدها، كانت هنالك مبادرة وئدت في وقتها في البحرين، وكانت هنالك مبادرات أخرى طرحت وعلى المستوى الأوروبي، في مبادرة حسة مطروحة لا ندري متى أو هل حتقوم ولا لا، لأن كل المبادرات التي طرحت يتم رفضها من الجانب الحكومي، ومن الجانب الحكومي من البرهان، لأن الأمر في يد الفلول الذين يحركون عجلة الحرب. حتى بالمناسبة بعد أن أشعلوا الحرب لإيقاف الإطاري، لما أن رأوا البرهان أكثر من مرة يحاول أن يبدي يعني قبولا لمحاولة جلوس مع قائد الدعم السريع في محاولة احتواء الأمر، يشعلون الحرب زيادة، وأحيانا يضغطون عليه بضغوطات أخرى حتى تسليح الشعب فيما سمي بالمقاومة الشعبية، وما يحدث الآن
بتجيش المعسكرات الخارجية، كل هذا من باب الضغط عليه حتى لا يجلس للتفاوض. الآن هنالك مبادرة من القوى المدنية طرحتها تقدم، وجلست مع أحد طرفي الحرب قائد الدعم السريع في أديس أبابا، ووصلوا إلى نقاط توافق حول ما يمكن طرحه إلى الطرف الآخر وما يمكن أن يقرب به المسافات من أجل خلق فرصة مناسبة لجلوس الطرفين للتفاوض. ولكن دائما يأتي الرفض من الجانب الحكومي، ولا ندري يعني المخرجات تحت لقاء أديس أبابا مع حميتي قدمها الدكتور البرهان إلى الحكومة في السودان وإلى السيد البرهان، ومع بالغ الأسف أيضا يعني هنالك رفض للجلوس إلا بشروط تعجيزية. فنحن ندعم كل المبادرات التي تسعى إلى إيقاف الحرب، لأن الحرب مبدئيا مرفوضة عندنا، ثم نسعى بعد ذلك مع كل المبادرين من أجل القضاء على هذه الحرب بمخاطبة سوريا. هو طبعا استاذنا عبد الرحمن شنقب الامين السياسي لمؤتمر البيجا المعارض، وباعتبارك كنت حاضرا في اديس وفي اسمره وفي دول الجوار السودان عامه، وهنالك المحاولات التي جرت من دول مهتمه او مؤثره او تتاثر بشكل مباشر في قضايا السودان كالمملكة العربية السعودية، كجمهورية مصر العربية وإثيوبيا وإريتريا، وهنالك دول كثيرة لها علاقات وطيدة بالحكم العسكري في السودان وبقائد قوات الدعم السريع. رغم ذلك أنه ما زالت الحرب مستمرة، المحرقة ما زالت مستمرة، وحتى الإعلانات الأخيرة، الخطاب الأخير لقادة الجيش وقادة الدعم السريع لا يوحي بأن هذه الحرب ستدع أوزارها قريبا. طيب، في إطار هذا كله هنالك تلويح من دول القرن الإيجاد بأنه قد يكون هنالك تدخل عسكري في السودان لفرض السلام. هل في المستقبل المنظور متاح ذلك في تقديرك، باعتبارك أنت جولت في عدة هذه العواصم؟ هو الحقيقة طبعا الوضع في أي بلد من بلدان العالم في قضايا خلافية وحروب وكذا لابد أن يكون في تأثر وتأثير بينه وبين دول الجوار نسبة للجغرافيا والمصالح المشتركة والواقع المجتمعي وقيل الاقتصاد وغيره، هذا أمر طبيعي جدا. ودول جوار السودان لها علاقات مع السودان سياسية ولها مصالح اقتصادية ولها تداخلات اجتماعية، وأكيد الحرب تؤثر عليها في هذه الجوانب وتشكل تهديدا لأمن المنطقة. ما هي حرب في النهاية؟ والحرب كلها قتل وتدمير وخراب، لا تنتج شيئا يعني خيرا، وإنما تنتج الشر، تنتج الدمار وغيره. أكيد دول الجوار ستتأثر، أثيوبيا أو أريتريا أو السودان، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، حتى بأبسط الأشياء النزوح الذي يتم يشكل عبء زايد على هذه الدول. الآن تكاد تكون في مسألة النزوح يعني مصر تحمل عبء كبير جداً، بالإضافة إلى أثيوبيا وجنوب السودان وأريتريا أيضا تشاد، تحملت عبء كبير جدا في هذا الأمر، مصالح اقتصادية ضربت، قضايا أمنية اختلت على الحدود، تفاصيل كثيرة جدا. هذه الدول أمر طبيعي أن يكون عندها اهتمام بشأن الحرب، وأنت لا تستطيع
أن تعزل الحرب عن المحيط الإقليمي ولا عن المحيط العالمي، لأنها تمتد يعني امتداداتها حتى خارج إطار الدول الحدودية، وتؤثر على المنطقة وتؤثر على الإقليم وتؤثر على الأمن والسلم العالميين. ولمن تكون في حروب زي دي دائما أصحاب المصالح والأجندة الخاصة يدخلوا فيزيدون من أوائل الحرب إثارة. الآن دخول إيران بالضبط. على الخط، يعني هذا يعني ينذر بتهديدات أمنية خطيرة لا على السودان لوحده بل على المنطقة كلها يعني، وعلى الأمن والسلم العالميين. وإيران ما حتقوم تجي تتدخل يعني عشقا للسودان وعشان سواد عيوننا، لكن عندها أجندتها الخاصة وعندها مصالحها. وحتى هذا الاشتعال الأخير في الحرب أعتقد جازما أن لدخول إيران على الخط دور كبير فيه يعني. ولذلك تجد أيضا الدعم السريع بعلاقاته الخارجية أيضا هو يستعين بمن يساعده في تأجيج هذه الحرب أو في مواجهة الطرف الآخر، وبالتالي في تصارع الأفيال هذا دائما. الحشائش هي التي تموت، المواطنين البسطاء دول هم الخاسر الأول، السودان هو الخاسر الأول. ولذلك أي تدخل في إطار الحرب عسكريا لصالح أحد الطرفين أعتقد أنه تأجيج لها من أجل أن تستمر لا من أجل أن تنتهي، وأي مبادرة سلام تدعو إلى إيقافها ومناقشة جذور الخلافات فيها أعتقد أنها تدعو إلى عمل خير يجب أن ندعم. هو طبعا سؤال قبل الأخير لي، عندي يمكن سؤالين الآن، وإن شاء الله نحن حنلتقي مرارا وتكرارا لتسليط الأضواء على المستجدات اليومية للأحداث في السودان ومنطقة القرن الأفريقي عموما، لأنها تؤثر وتؤثر، الكل يتأثر بما يجري في السودان وما يجري في إثيوبيا وما يجري في دول جوار السودان. بالنسبة للأوضاع التي شاهدتها السودان حاليا، وخاصة انه هنالك تجيش في شرق السودان، هنالك معسكرات فتحت في داخل ولايات شرق السودان، وهنالك قوات جاءت من غرب السودان واللي تعسكر في شرق السودان للدفاع عن شرق السودان او للدفاع عن المجلس العسكري الانتقالي، وهنالك معسكرات موجوده الان في بعض دول الجوار، وخاصه دول الجوار كاريتريا، ما نجده الان في وسائل الاعلام يؤكد ان هنالك عده معسكرات فتحت في داخل اراضي اريتريا لتدريب ما يسمون انفسهم حماة شرق السودان، او استعدادا لاي تطورات تحدث في داخل شرق السودان لحماية مكتسبات أو حماية سكان شرق السودان. هذا جزء من مشاكل إضافية لقضايا شرق السودان أصلا العالقة، التي لم يدور حولها حوار ليتم وضعها في إطار يخدم مصالح سكان شرق السودان. كيف ترى ذلك؟ شرق السودان يا أخ أبو بكر، يعني إذا نظرت إليه بتمعن هو الخاصرة الرخوة في هذا السودان بالنسبة لأسباب عديدة، أهمها التهميش الطويل الذي عاش فيه، التنوع المجتمعي والإثني والطائفي والديني فيه، واستغلال النظام السابق لكل هذه العناصر في سبيل تثبيت مصالحه، العاطفة الدينية الجامحة لأهل شرق السودان والتي جعلت النظام السابق يستغلها استغلال سياسي بدغدغتها وعواطف الناس. ولذلك لما أن قامت هذه الحرب وتمايزت المعسكرات
وأصبح النظام أو فلول النظام السابق في لحظة اختيار من أين ينطلقون، خصوصا بعد ما أطلقوا قياداتهم من السجون طلعوها، من أين يديرون معركتهم، لم يجدوا إلا هذا الشرق البسيط الرخو الذي يمكن أن يستغل دائما، فجعلوه غرفة عملياته. وأنا ذكرت لك قبل شوية إنهم أشعلوا الحرب لتعطيل الإطار، لما لقوا البرهان ممكن يقبل التفاوض ولا يمشي للتفاوض، حاولوا يضغطوا عليه ضغطا آخر، جيشوا الشارع بما سموها مقاومة شعبية، إنه يا أخي والله لو استمريت النهج بتاعك ده وسائل التفاوض والقعاد مع الدعم السريع، نحن بالمقاومة الشعبية دي ممكن نهزك كقيادة للجيش. ولما أن كانت المقاومة الشعبية لوحدها ما كافية، سعوا إلى تجييش هذه الجيوش في معسكرات خارجية في أكثر من مكان. لماذا؟ لكي يخلقوا جيشا احتياطيا يهددون به السلطة غير الشرعية الحاكمة الآن في السودان، حتى لا تجلس للتفاوض لإنهاء الحرب. هل إحنا مبدأ فكرة الحمل السلاح من أجل تحقيق الغايات السياسية، هذا المبدأ مرفوض، سواء كان في شرق السودان أو في غرب السودان أو في أي مكان منه أو في العالم كله. وذكرت المسألة دي قبل، نحن المنهج السلمي عندنا هو الأساس، سلمية الثورة وسلمية النضال السياسي بعد أن وقعنا السلام في جوبا، وسنظل حاملين يعني راية السلمية من أجل تحقيق وإنفاذ المكاسب السياسية والامتيازات ومن أجل حل الخلافات، ولا نقبل بغير ذلك، لأنه في مفهومنا ببساطة أن فاتورة الحرب هي عشرات الأضعاف لفاتورة السلام. ولذلك إذا وصلنا إلى غاياتنا بالسلام إن شاء الله عبر سنين، أفضل لنا من أن نصلها عبر حروب وبندقية ثم نخلف بغائن في النفوس لا تنتهي، بل تخلق حزازات كثيرة وتخلق شرخ في المجتمع وفي الوطن. وبالتالي يعني نحن نرفض رفضا باتا كل هذا التجييش الذي يقوم به فلول النظام السابق، سواء لأهلنا في شرق السودان أو غيره، وهو مهدد أمن خطير لشرق السودان ومهدد أمني لكل السودان، لأن الشرق لا يتأذى لوحده. فإذا انفلت الأمن وتحولت الحرب إلى اقتتال قبلي وأهلي في شرق السودان، فسوف يعم ذلك عموم السودان، وهذا مدعاة إلى التجزئة، ولذلك نحن ضده جملة وتفصيلا. سؤال أخير، باعتبارك الأمين السياسي لمؤتمر البيجا المعارض وأحد قيادات مسار شرق السودان في اتفاق سلام جوبا، وأحد المهمومين بلم الشمل لكل المكونات القبلية العرقية الموجودة في شرق السودان، ما هو الخطاب الذي تتبنونه الآن من أجل إيصال رسالة لم الشمل إلى قطاعات واسعة من الشباب في شرق السودان، هم أجيال المستقبل، حتى لا تتكرر ما شهدناه خلال الأعوام الماضية، وأن يتبنوا هموم إنسان شرق السودان في السلام والاستقرار والتعايش السلمي، ومن أجل أن ينالوا حقوقهم في أرضهم ضمن مشروع السودان الكبير في شرق السودان؟ والله الحقيقة الشباب هم دائما مربط الفرس في كل نضالاتنا وسعينا لتحقيق الغايات، ونكسب الشباب لكي نضمن المستقبل، لأن الشباب هم الآن إذا اعتبرناهم بس نصف الحظ هم كل المستقبل. اللي بنعمل فيه نحن
من أجلهم. ونحن نعتقد أن الشباب الآن هو غير الشباب الذي جاء بعد ثورة أبريل، هو غير الشباب الذي جاء قبل ثورة أكتوبر. الآن الشباب مستوى الوعي فيه عالي جدا، ونعتقد أنهم هم مراكز الوعي التي يجب أن يكون توجهنا لاستغلالها من أجل توعية المجتمع، من أجل تبصير المجتمع إلى الأخطار التي تواجهه، من أجل إضاءة المناطق التي فيها قبس لكي يرى مجتمعنا التآمر الذي يتم عليه ومحاولة جره إلى برك آثنة. هذه الحرب التي يجيش لها في شرق السودان أو في غيره، شرق السودان على وجه الخصوص، نعتقد أن دور الشباب الواعي يجب أن يكون فيها كبير، أن لا ينجروا إلى هذا التجييش الذي يقصد به شرا كبيرا لأهل شرق السودان ولعموم أهل السودان، وما يقيفوا الموقف ده بس، بل يمارسوا دورا توعويا في المجتمع، ينبه الناس إلى خطورة ما يحاك ضدهم حتى لا يقعوا في الشرك الذي نصب لهم من أجل خدمة مصالح أطراف أخرى. وفي هذا الشأن أنا أيضا أحيل إلى حديث المستشار أسامة سعيد إلى صحيفة الشرق الأوسط بخصوص مسألة دور الشباب في إيقاف هذه الفتنة التي يجهز لها في الشرق الأوسط، وننبه أهلنا عموما وشبابنا في هذا الشأن. شكرا لك أستاذنا عبد الرحمن شنقب، الأمين السياسي لحزب ونمو ثمن البجا المعارض. في الختام، أكيد نحن حنلتقي لتسليط الأضواء في كافة المستجدات التي تحصل في السودان وفي منطقة القرن الأفريقي عموما. كلمة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء. أنا الحقيقة يعني آخر ما أريد أن أقوله إنه لا حل في السودان لآثار هذه الحرب ولكل مشاكله بضلعين عسكريين. غاية ما يفعله الجيش والدعم السريع هو إيقاف الحرب، هذا غاية ما يستطيع أن يفعله. ثم يمكن أن نناقش مسألة إنهاء الحرب وإزالة المسببات من جذورها. هذا الأمر لا يتم بين العسكريين فقط، ولا بد من الضلع الثالث اللي هو الوتر الذي يساوي مربع الضلعين الآخرين. لا بد أن تكون القوى المدنية حاضرة في الحل، بل لا بد أن تكون هي الحل، وأن تعود المؤسسة العسكرية إلى رشدها بتأسيس جيش وطني ذو عقيدة وطنية جديدة على أسس مهنية يجمع كل أطراف الجيوش على ضوء الترتيبات الأمنية ومصفوفاتها التي وضعت في اتفاق جوبا بتواريخ جديدة، وعلى ضوء إفرازات الاتفاق الإطاري، وعلى ضوء المبادرات التي تقدمها تقدم الآن. إذا لم يكن هنالك تحول مدني ديمقراطي يبني دولة العدالة، دولة الحرية والسلام والعدالة، ودولة القانون، فليس هنالك حل لمشاكل السودان. ولذلك نأمل أن يتعقل الجميع وأن يجلسوا إلى طاولة الحوار، وأن يفضي ذلك إلى تشكيل دولة مدنية ديمقراطية للمرحلة التأسيسية، وتعطى فترة زمنية طويلة
ما نقول والله سنتين ثلاثة أربعة، فلتكن 10 15 سنة، من أجل أن يكون البناء ناضج، من أجل أن ينجح الزرع ويقوم بشكل طيب سليم، يثمر. والأساس يكون سليم ومتين، يصمد أمام كل التصدعات التي تحدث بفعل عوامل كثيرة في المستقبل. في الختام، باسمي وباسم مشاهدي قناة وكالة الغرب الأفريقي، أشكر الأستاذ عبد الرحمن محمود أبو بكر شنقب، الأمين السياسي لمؤتمر البيجا المعارض في شرق السودان، وحتى نلتقي في سانحة أخرى، أشكرك أستاذنا على إتاحة لنا هذا الوقت الثمين لإجراء هذا الحوار، وحتى تصل الرسالة المقصودة، رسالة السلام والاستقرار ورسالة الديمقراطية والحقوق وقيم العدالة في المنطقة، منطقة الغرب الأفريقي. حتما سنلتقي وسنلتقي أكثر من مرة. شكرا لك أستاذنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، شكرا قناة القرن الأفريقي.